FM. الكلمة ليك. معنا مدام سعاد عبد الرحيم، رئيسة قائمة حركة النهضة ببلدية تونس. نفكروا أنه مدام سعاد هي المرشحة للقب شيخة مدينة تونس، والنهضة كانت لهنا تحصلت على أول مرتبة ببلدية تونس بنسبة 29.7%. صباح النور. 30.7%، سامحوني. قولي نحيت لي 1% مش مليح. صباح صباح النور مدام سعاد. صباح الخير. مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين. مرحبا بك مدام سعاد. أول مرأة تكون مترشحة للقب هذية، ساعة هذية المتوقعة وهذية المترقب يعني في الإحصائيات. شنو شعورك مدام سعاد؟ والله هو لفت اللي ترشحت، حسيت أنه هذا فخر للمرأة التونسية وقلت هذه اليوم أنه نعطي ثقة في المرأة أنه يقع انتخابها. كيف نعتبر أنه كانوا ثم العقلية بدأت تنصف في المرأة وقاعدة ممكن تعطيها حقها اللي هي ديما موجودة في الصفوف الأمامية، ولكن تعيينات ما تحطهاش وكأنه ما تعطيش فيها ثقة. اليوم الشعب التونسي قال كلمته في هذية، أعطى ثقة المرأة ولو هي ثقة نسبيا ديما نسميوها، لأنه اللي قلقنا بالأساس هو العزوف ونسبة عدم المشاركة. ولكن هو أنا نهديه لكل مرأة تونسية ناضلت من أجل المساواة، ناضلت من أجل حقوق المرأة، ناضلت من أجل أنه المرأة تكون في موقعها الطبيعي وموقعها الأساسي اللي تحب تكون فيه. كيفاش تشوف اليوم بلدية تونس مدام سعاد؟ شنو مشاريع، شنو النظرة الجديدة لحركة النهضة لسيادتك اللي معناتها نعرفوا لبرنامج حركة النهضة باش يكون مندمج في وسط البرنامج اللي كنت انت رسمته لبلدية تونس؟ كيفاش تشوفها بلدية تونس اليوم؟ هو ساعة خلينا حاجة ندق فيها ونقولها، أنه فزنا في الانتخابات هذا ما يعنيش أنه النجم من هدي غيكت مور أني باش النجم نكون شيخ مدينة تونس. أي هو فما انتخاب، أي أنه كل رئيس قائمة فازت في من بين 6 رؤساء دونك من الرؤساء يختاروا يترشح نجم ويترشح ويقع انتخابه، أي بالانتخاب في الجلسة الأولى في الجلسة الأولى لاجتماع المجلس البلدي. وبالتالي أنا مرشحة كما بقية زملائي، معناها كل واحد نجم يكون مرشح. برنامجنا أنا ديما نقول نهار اللي نوصل كان عنا برنامج حمله الانتخابيه وكانت البرامج كلها بريسك متقاربه بعض الاختلافات في بعض مع بعض الاحزاب وبعض القائمات، ولكن البرنامج الاساسي هو البرنامج التقليدي، البرنامج القريب من المواطن. المواطن اليوم اللي يتشكى من قله النظافه، واللي يتشكى من عدم وجود الامن، واللي يتشكى من عدم التنوير، واللي يتشكى من البنيه التحتيه، هذه هي معناها هي البلدية، هي الحياة اليومية، هي الحياة القريبة من العائلة، من الدار، من الأم كي تهز ولدها للمدرسة، صحة المواطن الاستعجالية. هذا هو العمل البلدي. وبعد ينجم ينجر نجاح هذا، ينجر عليه أنه فما دفع للتنمية، ينجر عليه أنه يعني تكون تونس أحلى ويطيب فيها الحياة. وبالتالي يعني يولي كل واحد عنده فكرة. المهم وأنه كما قلت لك الوظائف التقليدية، ولكن مع حوكمة مفتوحة. بمعنى يعني أنه المواطن، هذا علاش رفعنا شعارك بلديتك مسؤوليتك. المواطن اللي أعطانا صوته اليوم واللي ما أعطانيش صوته اليوم مطالب أنه يكون معنا في المجالس البلدية، يأتي في الاجتماعات الدورية ويأتي رأيه ويناقش ويعبر على اهتماماته بحومته، يعبر على اهتماماته بالمنطقة اللي يعيش فيها، على أولوياتها. وهذا الكل إن شاء الله اللي باش يتم، وكيف ياخذ معنا القرارات ويحاسبنا ويراقبنا ويشوفنا أنجزنا ما وعدنا به أم لم ننجز. هذا دور المواطن الرقيب، أن نمارس الديمقراطية التشاركية، حلمنا بها. اليوم في اللامركزية لازمنا نطبقها على مستوى الواقع. أنه نمارس بالفعل ديمقراطية القرب، أنه يحسك قريب منه، يحسك بابك محلول، نبتعد عليك البيروقراطية، يكون موقع ويب كيف معناها حوكمة مفتوحة، موقع ويب للناس الكل اللي يطلع على محاضر الاجتماعات على اهتماماتها. مش يكون قريب معناتها من بلديته. اليوم مدام سعاد، إذا تم
انتخابك يعني كشيخة مدينة تونس، شنو باش نلقاو معناتها نجم نقولوا ان افونتاج ولا حاجة زايدة ولا نقاط زايدة لمواطني ومتساكني بلدية تونس انهم عندهم شيخة امرأة؟ شنو النقاط اللي تنجم تزيدهم اليوم مرأة على رأس البلدية؟ شوف احنا رانا لا نقيم المسؤولية على أساس الجنس، صحيح؟ لا أذي صحيح، أذي بيان سور. أما المرأة تنجم تكون عندها أكثر قرب من غيرها، تنجم تكون عندها حس كما نقولوا لو سيزيام سانس أكثر، هذا المعروف على المرأة معناها. الحقيقة أنا راني ديما معياري هو الكفاءة، النزاهة، هذا هو ولرام، مش نقول على خاطر المرأة راهي باش تعمل هذا ولا على خاطر الرجل باش يعمل هذا، لا، هو برنامج هو قانون الجماعات المحلية يحدد المسؤوليات. شنو يقول نجمو نتفهموا كما برشا ناس يقولوا لي راهو ديما المرأة عينها اكثر على النظافة وعلى الشارع وعلى الأمن وعلى اولادها وعلى صحتها. لا لا، المرأة عندها عين على المسؤوليات هالكل وعلى يلزم يتعمل الكل كما كيف ما ممكن نقول لي بوليفالونت، معناها تغزر بعين اكبر مش بروجي على فوا. فوالا فهمت. فوالا دونك ممكن هذا، وليكن نقول اهم حاجه وانه هذا عمل مجلس بلدي. هو عمل فريق، ماهوش عمل شخص، ماهوش عمل رئيس، هو عمل فريق. اول مره يقع انتخاب فريق في يده سلطه محليه، وفبالتالي هنا رانا ما عادش نجم نحكيو على معارضة وحكومة، هنا نحكيو على ممثلين متساكنين في المجالس البلدية، هنا نحكيو على سلطة في دين الناس انتخبهم الشعب باش يخدموا جهاتهم ويخدموا حوامهم ويخدموا دوائرهم البلدية، يخدموا بلدياتهم. جوستومون وانت تحدثت على سامحني مدام سعاد على حكومه ومعارضه، فما نقطه كنت اكدت عليها في السابق، قلت لا توافق مع نداء تونس. لا مش صحيح. هذايا تصريح ليك معناها. لا 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 مش صحيح. التصريح انه ما فماش توافق سابق قبل الانتخابات على الانتخابات البلديه. ناكد هذا السؤال، كان تمش التوافق مع نداء تونس على المجالس البلديه على قائمات مشتركه معناها؟ تقصد السؤال كان عندكم توافق شكون باش يشد توا رئيس البلديه؟ قلت لي ما صارش التوافق. واكدت بعدها وانه راهي المفاوضات والتوافقات هي اللي باش تفرز رئيس البلديه. شنو علاقه الحركه اليوم مع 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 نداء تونس؟ شفنا قبل فما توافق، فما تحالف، فما اليد في اليد من اجل المصلحه الوطنيه، بعد شفنا فراق تام، وبعد شفنا قطيعه. اليوم يظهر لي الحال في البلاد انه فما قطيعه ما بين حركه النهضه ونداء تونس. دو موا هذايا ما يقال في قيادات حركه النهضه وقيادات نداء تونس. شنو رايك اليوم مدام سعاد في العلاقه هذايا اللي تتعدى بان اسانسور ايموشنيل نجم نقولوا؟ شوف ايفيكتيفمون انت قلت كلمه ايموشنيل، دونك احنا خلينا نكونوا عقلانيين. احنا اخترنا سياسه التوافق مش أول نهار ومش آخر نهار، لأنه وشخصيا كيف كيف يعني بقطع النظر على حركة النهضة، وشخصيا كيف كيف نقول بأنه تونس اليوم في حاجة إلى توافق أكبر من الأحزاب وأكبر من الأشخاص. الوضعية اللي نعيشوها واللي دار وعمل حملة انتخابية وشاف وضعية البلديات والدوائر البلدية عندينا كما احنا نسميوها معنا، الحقيقة يعني يلزم يتطلب كل المجهودات. ويا ربي ان شاء الله نوفق في انه نحل المشاكل الانيه والحاليه والسريعه. التوافق اعتقد وهو مبدا وهذا هو اللي قاعد جاري به العمل، وما نجموش نكونوا اوترومون، معناها ما عنديش اليوم 50+1% باش نقول راني انا باش نكون وحدي في البلديه وانا راني باش نحكم. وحتى إذا كان عندي 50+1 أنا في حاجة لبقية فريق المجلس البلدي، كل واحد فينا عنده نفس الأهمية وكل واحد فينا عنده نفس القدرات وكل واحد فينا قلبه على بلاده ولازم يعطي لبلاده مادام صوت له الشعب وعطاه ثقته، فبالتالي هو راهو حس صدقه وحس اللي قلبه على بلاده الشخص هذاك مهما كان انتماه. فبالتالي أن نكون فريق واحد، أن نكون الفريق يعمل لأجل مصلحة البلاد، هذا المهم.
واضح. سعاد عبد الرحيم نخلي لك هو جهاز تنفيذي، حبيت نأكد أن العمل البلدي جهاز تنفيذي ينفذ على مستوى الواقع، فنجموش نقول اليوم لا هذية ما نفذوش، لا البلاصة هذية اللي ما نطفوهاش اليوم ما نطفوهاش على الجاي، لا هو يتطلب أنه الكلنا نتحملوا مسؤولية الوضع الحالي هذية اللي نتعيشه البلاد واللي يعيشه المواطن في كل المجالات التشكيل باش النجم باش نجمو ننجحوا التجربة السياسية المستقبلية. اليوم كل واحد لازم يعطي اللي عنده، كل واحد يلزم يعمل مجهود أكثر من العادة باش نسترجع وثيقة الناخب، اللي نأكد بأنه اليوم نسبيا اليوم ثلث الناخبين أعطوا أصواتهم، مهم أنه نسترجع وثيقة الناخب، ثقة المواطن في السياسة وفي السياسيين، ندفع الأمل في شبابنا العازف اليوم، شبابنا هذيك مسؤولية كبرى، وقت اللي يحس اللي البلدية اللي صوت لها في آخر مرة وهو عن مضض يزم يحس بنتائجها ونتائج ملموسة وقريبة منه في أقرب الأجال، ما نقولوش بعد 100 نهار لا ساعة باش تحسب، في أقرب الأجال يزم يحس بي كما حاجة صارت في البلاد. هذا هو المهم، إنه يكون رئيسة إنه يكون رئيسة هذا المهم، لأن الكلنا جنود هذا الوطن، الكلنا لازمنا نخدمه من أجل مصلحة الوطن وإنجاح التجربة وتنزيل الفصل السابع من الدستور، الباب السابع من الدستور. نهار اللي نزلوا ونوفي بوعودنا ونكونوا قراب من الناس، فأكيد أنه أي واحد فينا هو رئيس البلدية. واضح. سعاد عبد الرحيم نخلي لك كلمة الختام، ونحن على أبواب انتخاب رئيس البلدية من بين 6 رؤساء القائمات المترشحين، شنو تحب تقول اليوم؟ والله هو نفس الكلام. لا شنو معناتها كما قلت لك مع تقريب يتم انتخاب رئيس بلدية أو شيخ مدينة تونس من بين 6 رؤساء، نفكروا اللي هما حركة النهضة، نداء تونس، تيار ديمقراطي، الاتحاد المدني، قائمة مدينة تونس والجبهة الشعبية. شنو اليوم حركة النهضة أو القائمة اللي أنت تمثلها مستعدة تحط اليد في اليد مع شكون، و الوين تحب توصل في بلدية تونس بغض النظر على البرامج، مشني النظرة اللي تحب تلقيها جديدة على تونس؟ هو بقطع النظر على أنه كما قلت يكون رئيس، لما يكونش رئيس كل رئيس قائمة فهو رئيس في حق كل ما ترشحنا هذه من حيث المبدأ أنه ترشحنا رئيس البلدية، ولكن ما بانيش بالفعل اليوم قبل الاجتماع والاجتماع قرني أنا رئيس البلدية وإلا أنا شيخ البلدية. المهم الرسالة الوجهة الوحيدة، المهم أن المهم أنه المواطن يحس إنجاز، هذا هو الحق الأهم. أن ترشحت كامرأة تونسية ومفهمش واحدة أخرى ترشحت وما تمش تعيين امرأة السابق، هذه سابقة لحكاتها وهذا فخر للمرأة التونسية. أن أنا لثقة كيف كيف من المجلس البلدي ونكون رئيس البلدية كيف كيف أهدي هذا النجاح لكل امرأة في تونس. أن أكون مستشارة فقط في البلدية كيف كيف نعطي أكثر من جهدي باش ننجحوا التجربة هذية ونكون مع بعضنا يد في يد. واضح. شكرا لك مدام سعاد عبد الرحيم رئيسة قائمة حركة النهضة ببلدية تونس. الكلمة ليك.